الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الحلوة، ويواجه هذه المحاولة الخطيرة. جول جول من وهل، من بدري جدا. واحد من الفرسان الثلاثة يظهر في اللقطة ويسجل الهدف الأول. من هو الفارس؟ أعتقد الفارس الأول، الساحر الأول من ضمن الفرسان. خطيرة، ممكن جول. التسديد ضاعت. حلوة للفريق التشيكي، اللعبة حلوة خطيرة كانت لمصلحة. كنا بيه بالثاني. التسديدة هذه المرة من لويس سواريز. كرة أخطر أيضا، لكن التغطية بعد ذلك وصلت الكرة إلى حارس المرمى تير شتيغن. كرة قادمة الآن لسلافيا براغا. حلوة. لا، ومرة أخرى سلافيا براغ، والتسديدة حاضرة، وأيضا تير شتيغن ينقذ الموقف. تير شتيغن يتألق أكثر من تألق كولار. وأخرى ومرة أخرى أتت التسديدة. تأخروا كثير لمهاجم الفريق التشيكي. جول جول التعادل. سلافيا براغ يأتي بهدف التعادل. استقبال كان ممتاز للكرة، وتقدم وحط الكرة في الزاوية، وبالتالي يبدأ سلافيا براغ الشوط الثاني من هذه المباراة ويسجل الهدف. والتسديدة مرة أخرى لمصلحة سلافيا براغ. الهاتريك، وميسي يلعب الكرة عالية. التسديدة، تنحط الكرة بهذا الشكل المفاجئ في الجول. جول، يتمكن لويس سواريز الآن من تسجيل الهدف الثاني لمصلحة برشلونة. لاحظ يوم من لعبت. تحولت الكرة من أوليانكا المهاجم العائد الذي